كيف عملتي هيك؟ لا تحكي، بيتأثر ضغطك. روقي خلص، كنت مجبورة أعمل هيك. بوقتها لما عرفت أنا حامل، عمران كان واقع بمصيبة وبعد اختفى وما عاد شفته أصلا. لو بابا عرف أكيد كان بيقتلني. ما كان عندي بنوب خيار تاني. شكله مرتفع، رح أشر لك تون. وكيف قدرتي تطلعي بوشنا وخبيتي كل هالمدة؟ والأهم من هيك، كيف قدرتي تظلمي عرفان؟ الواحد لما يكون مجبور بيعمل أي شيء، مو هيك؟ صرعتينا وانتي تقولي بحبه لعرفان، سنين وسيرته على لسانك، كيف تورطتي انتي وعمران؟ لك امتى وكيف؟ شبكي اختي جنتي، وطي صوتك، ريال نايم جوا، بتعرفي شو بيصير إذا سمع هالحكي؟ كيف بتعملي هيك بزلمة مثل عرفان؟ شو رح يصير لما يعرف؟ طبعاً رح يقلب الدنيا كلها فوق راسك، يمكن يقتلك. خلص بقى خلص، عرفان ما لازم يدرى، عم تفهمي؟ بحياته ما رح يدرى. متوقع مني اني اسكت مثلا وما خبره؟ انتي ما ضل فيكي على جنتي بالمره، بدك تخربي لنا حياتنا صح؟ وامي اذا دريت فيكي والله لا تنجلط، نحن بعيلتنا هالشي مو مقبول بنوب. وانتي حتخليني اندم لاني حكيت لك على فكره. يعني على هالغلطه انتي مو ندمانه وممكن تندمي بس لانك قلتي لي؟ شو رح يصير هلا؟ فورا بتنسي كل شيء ولا كاني حكيت، عم تفهمي؟ فوراً انسى. طبعاً لا، مستحيل، ما بقدر اتحمل وسكرت امي. لك انت شو قصدك؟ ما فهمت شو ما بتقدري تتحملي يعني؟ اسمعي، اياكي تقولي شي لحدا. بعدي؟ لا ما رح بعد. اياكي ما تغلطي معي. بعدين مفكرة حالك بريئة كتير يعني، وما ساويتي ولا خبصة بعمرك؟ شو عم بتقولي؟ اياكي تحاولي تستفزيني، عم تفهمي؟ وإلا وقتها أنا رح أضطر خبره لزوجك بكل شي. سمعتي شو قلت لك؟ أنت كيف بتتجرأي تقولي هيك كلام؟ كيف بتتجرأي تحكي معي بهالوقاحة؟ عم كذب؟ طفل عمره 4 شهور أجهضتيه وخلصتي منه. أنا كذبت على الأقل مشان خليه يعيش، مو مشان أقتله مثلك. تفرق ما؟ أنا عم أدفع ثمن ذنبي بكل يوم عم عيشه. كل ما سمعت صوت طفل بتذكر اللي عملته. بس أنتي غلطك، ابنك اللي عم يدفع ثمنه بدون ذنب حتى. خرسي، وإياك تدخلي وجع ابني ومرضه بكل هالقصة، لأنه ما دخله بهالشي أبداً. إيه حاجتك بقى تبيعيني دروس بالضمير أنتي كمان؟ آخ يا ربي يا ربي، مو معقول هالشي. كيف اللي مثلك بيكون عندهم أولاد وأنا محرومة من الأمومة؟ الظاهر ريان هو عم بيعاني لوحده. ماشي، لوين رايحة؟ ريان، أمم عايدة شو بتساوي؟ لا تجيبي الولد نايم. أنا أكبر غلط عملته إنه جيت لعندك، بس مو الحق عليكي. لك وين رايحة بنص الليل؟ روقي ابنك مريض. نعم يا عمري، شوفي عم يوجعك راسك أو تعبان؟ لا بس نعسان. إيه بعرف، بسيطة، تعال نقعد. يلا رح نقعد. وينك يا عرفان لهلأ؟ ليه ما عم بترد؟ رح ننطر شوي هون معلش، بس لبين ما يجي أبوك وياخدنا من هون، اتفقنا؟